ربنا لو قلت لحد ان منتخب الجزائر هيعاني معاناة غير طبيعية في الدور الاول، والمنتخب السنغالي هيصعد اول مجموعة بهدف واحد في مجموعة فيها غينيا وملاوي وزيمبابوي، محدش هيصدقني. والهدف الواحد ده ضربة جزاء كمان، ده ايه يا معلم المستوى اللي احنا وصلنا له ده؟ المنتخب السنغالي بسم الله ما شاء الله اتعادل مع غينيا 0-0، واتعادل النهارده مع منتخب ملاوي 0-0، ده غير ان منتخب السنغال ما كانش اخطر، ده المنتخب الملاوي اتحسب له ضربه جزاء والفار لغاها. المشكله بقى ان اتقل سكواد حرفيا في البطوله هو منتخب السنغال، ومنتخب السنغال اتقل سكواد في البطوله هو المنتخب الوحيد اللي حتى الان ما ضيعش. يعني احنا بنتكلم ان منتخب الجزائر بيضيع، المنتخب السنغالي ما بيضيعش، ما بيروحش اساسا. برغم انك تبص كده ادوارد مندي عاد النهارده من الكوفيد، وقدامه عبده ديالو بتاع باريس سان جيرمان، وكولوبالي نابولي، بون يسار وساليو سيسي، وتبص قدامهم مندي لاعب ليستر سيتي، وشيخو كوياتيه كريستال بالاس، ودريسا جاي اجانا جي لاعب باريس سان جيرمان. يعني خط نص من الاخر، تقفيل قاره اوروبيه، دوري انجليزي على دوري فرنسي، على لعيبه مفترض ان هي يكون في دعم الخط الهجوم اللي فيه واحد من افضل الاجنحه في العالم، وهو ساديو ماني وحبيب ديالو وبوليا ديه. طب اللعيبه دي كلها مش عارفه تعمل هجمه؟ والله بجد اللعيبه دي كلها مش عارفه تعمل هجمه. ده بالعكس، ده نجوم المباراه النهارده الاربعه خط الظهر، وقدامهم ادريس جناجي. طب بالنسبه للاطراف، لا مفيش اطراف. طب ما قلت لك مش عارفين يهاجموا خالص اساسا. المنتخب السنغالي ما ضيعش، يعني المشكله المنتخب السنغالي ما بيضيعش، المنتخب السنغالي مش بيروح اساسا. فانت عندك مشكله ان ماتش غينيا والسنغال اللي فات كان نفس الملل، هو هو. احنا بقى مستنيين ايه؟ السنغال تتعادل، غينيا تكسب. لا يا باشا، غينيا علت عليهم وخسرت من زيمبابوي 2-1، اللي هو ده لا نبي كايتا ولا ساديو ماني جم ليفربول دلوقتي. قالوا احنا اللي كنا بنقول ابو صلاح تايه في ليفربول لسه ما جاش. ده واضح كده من الفيفا، زي ما قلنا قبل البطوله، موضوع انك تودي اللعيبه قبل البطوله باسبوع ده ما كانش ليه اي طلب. واللعيبه اللي جايين من اوروبا الموضوع بالنسبه لهم ضايع خالص، يعني ارضيات ملاعب الكاميرون ما يتلعبش عليها كره قدم، غير الاجواء غير الرطوبه. فبصراحه يعني كان الله في العون لكل المنتخبات. فانا بالنسبه لي منتخب السنغال واحد من المنتخبات المفضله عندي، والمنتخب الوحيد اللي لو ما حدش في العرب كسب البطوله اتمنى ان ياخدها منتخب السنغال. بس دلوقتي حتى منتخب السنغال طلع فيستك، يعني حتى منتخب السنغال بالوضع والمنظر ده مش هيشم بطوله. بالوضع والمنظر اللي عليه منتخب السنغال جوه الملعب ده، الفرقه دي اخرها الدور الجاي بجد والله، الفرقه دي اخرها الدور الجاي. تخيل انت بقى لو ملاوي كانت سجلت هدف في السنغال، كنا لقينا ملاوي اول مجموعه، ملاوي اول مجموعه فيها السنغال، واحتمال نلاقي سيراليون او غينيا الاستوائيه هو المجموعه فيها الجزائر وكوت ديفوار. يا باشا احنا مش جايين نلعب كوره في الدوره دي، احنا جايين نضحك بس. انا مش جاي العب كوره، احنا جايين نضحك، احنا مش جايين نتفرج على كوره جميله. قلنا الكلام بتاع الكوره الجميله ده قبل البطوله، قلنا البطوله دي من اكتر البطولات اللي ما ترشحهاش ان هي يكون فيها كوره جميله. بس بصراحه كميه العك والمفاجات الكتير دي موضوع زياده عن حده. يعني العك الكوره اللي احنا بنشوفه ده والمفاجات اللي بتحصل مع المنتخبات الكبيره، لا ربنا يعدي البطوله دي على خير. الممكن يعني يحصل كده ومصر تاخد البطوله في النهايه، والله وارد، بس بالحظ والبخت اللي عندنا ده حتى كده مش هنوصل اساسا الدور الجاي ونكسب سيراليون او غيره. هنطلع من غينيا او سيراليون حتى واحنا بندور ونقول بطوله فيها حظ كتير وفيها عك كتير، مش مرشحين ليها. لا لا, لا.